طبعا. هتجاوب عليه بعد ما تقول الو. الو، معناها حبيبك الدويتو بتاعك يبقى عبد الجليل. كابتن عبد الجليل، مساء الفل. مساء الخير يا ابو حميد. اهلا بيك يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن عمرو. ازيك يا جيلي؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. نور الدنيا وشياكه، وادي قميص ابيض هو اللي فاتح عشان خاطر النادي. ايوه ما بتعلم بقى. منور الشاشة ومنور نديب، ربنا يبارك فيك، منور كل حاجة حبيبي، ربنا يبارك فيك. يعني أنا مش هتكلم طبعا على دويتو من أشهر الدويتوهات اللي لبسوا تيشرت النادي الأهلي، بس يعني كابتن عبد الجليل كده تحكي لنا عن أهم ذكرياتك مع كابتن عمرو أنور، باستثناء طبعا جون المحلة. يعني احنا عرضنا جون المحلة في أسبوع واحد مرتين. لا دي حقيقة. و يعني ذكرياتي مع عمرو، يعني انا اصلا على طول دايما معاه مثلا في غرفه واحده من زمان، ومن ايام احنا كنا في الناشئين. يعني انا هحكي موقفين مثلا. اتفضل. عمرو من النوع اللي هو مثلا كنت انا، هو ساكن في هليوبوليس وانا في المطريه، فكان هو معاه عربيه، كان ايه استناه في المحكمه ياخدني، وهو مركب العربيه يعمل ازاي يبقى انا بقى ايه جاهز عايز اتمرن وكده. يوه لسه هنجري، لسه هنتمرن. اقول له عمرو يا عمرو ما كانش بقى نعرف حاجه اسمها طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، بس اروح انا همدان انا كمان، نقعد انا وهو نقعد في طول السكه. المشوار بعيد والسكه زحمه، طبعا نعمل ايه طيب؟ فلازم ايه. المهم الحمد لله ونروح نتمرن تمام. عايز اقول لك موقف تاني، كنا في الامارات من احسن الاجوان، كان ماتش ودي عمرو متهيألي مع العين، مع العين الاماراتي، مع العين الاماراتي. وخدنا الكره انا وعمرو مثلا من بعد نص الملعب 1 2 يا احمد، بجد ما بهزرش، حوالي خمس ست مرات، ما تسالنيش ازاي. ما شفتوش الجون ده يا كابتن عبد الجليل؟ ولا انا غير دلوقتي ولا عارف اجيبه. فانا اديله الكره ارجعها لي جوه لغايه لو وصلنا ال 18، انا ممكن احطها جون اروح مرجعها له، هو ممكن يحطها جون يروح مرجعها لي تاني. في الاخر فين وفين رحت حطيتها، راح ايه حاططها. مش يعني نلاقي التهنئه جامده، وطبعا لو ضاعت بره كنا هندبحنا دي. فطبعا كان في الله يرحمه الكابتن عزت ابو الروس بعد الماتش قال ايه ده؟ ما كان على شمالكم، مش كان فاكر عمرو كان حد كده على عادل. عادل كان عادل عبد الرحمن. اديتها له من الاول، قلنا له هو يا كابتن هو اكله ولا بحلى؟ ما احنا جبنا جول الحمد لله ودخلت وكان شكلها حلو. لا بص، هو انا وكابتن عمرو يعني عشان طالعين من صغرنا مع بعض، ببيت عنده في البيت وبناكل وبنشرب، الله يرحمه والدته ووالده. كريم يا كابتن عبد الجليل. كريم يا كابتن عبد الجليل. عمرو انور كريم. بصراحه يعني شهادتي مجروحه بالنسبه له. ده يعني بيفكر يا كابتن عمرو. مش هتكلم والله، انا مش عايز اقول له. لا لا والله بجد، يعني اهل الكرم، كان والده ووالدته حاجه فوق الوصف، غير انهم ناس متربيه يعني. يعني فعلا عمرو ابن ناس، ناس قوي قوي. انا بجد والله فخور ان انا لعبت جنب عمرو انور، لان عمرو من اللعيبه القليله اللي فعلا برضو هرجع اقول لك ما خدتش حظها لا لعبا ولا تدريبا. انا شفت النهارده تقرير اول مره اشوفه في حياتي، بكلمك بجد، لعمرو انور هو ماسك اتحاد جده. اتحاد جده والدوري السعودي يا احمد ما تزعلش مني، احنا الدوري المصري ما ولا الدوري السعودي ده دلوقتي بقت حاجه قويه قوي. ان عمرو وكان قبليه عمرو وبعدين عادل عبد الرحمن ماسك، بس الفتره كمان بتاعت عمرو كانت قويه جدا. شفت التقرير، انا حتى بعت له بعديها قلت له يا عمرو يعني انت ازاي انت عندك حاجه زي كده ما توريهانيش من زمان، ده احنا عشره عمر وعمر من نوع. والحقيقه هي مش ناس كتير تعرفها كابتن محمد، ويمكن دي النقطه اللي هتكون عشان وقتنا كمان يهمني اتكلم فيها مع طبعًا كابتن عمرو. انا بشكرك طبعا وسعداء دايما ان احنا نشوفك، وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك كابتن عبد الجليل، كل الشكر ليك.